صيامكم مقبول ان شاء الله، ومستمرين في حلقات مطبخ اسيا في الموسم الرمضاني. والنهاردة بنحاول نرضي كل التساؤلات او كل الناس اللي طلبت كبسة الفراخ على صفحة برنامج مطبخ اسيا. انا حسيت ان هما اطباق ماشية فعلا مع العزايم، عشان كده النهاردة برضو هنتكلم على الست المضيافة في رمضان وازاي تضيف الناس بكل سهولة. اول حاجة معانا النهاردة هي كبسة الفراخ، وهنعمل كمان الطماطم او نوع من انواع المحشي الطماطم بطريقه جديده انيقه مرتبه، وكمان ما تاخدش منك وقت طويل زي المحشي العادي. هنعمل كمان نوع من انواع الحلويات اللي بتبقى مستحبه جدا مع الاطباق دي في رمضان. خلونا نبتدي نشتغل في الكبسه. انا عندي للكبسه هحتاج فراخ، ممكن الفراخ تستخدمي الصدور، وبس الاحسن انك تجيبي فرخه سليمه وتقطعيها القطع يعني زي الحجم اللي انت عايزاه، وده يعني بتبقى حاجه كويسه جدا لانه الفرخه السليمه فيها عظم، العظم ده بينزل البهاريز والطعم بتاعه في الحله. عندنا كمان رز بسمتي، لانه الكبسه ما ينفعش تتعمل غير بالرز البسمتي، زيها زي البرياني والمندي والمطبي اللي احنا عملناهم قبل كده. عندي هنا بصل مفروم، عندي صلصه طماطم، وعندي طماطم مبشوره، او ممكن تستخدموا طماطم مكعبات بس تكون من النوع الجامد شويه اللي ممكن يستحمل النار. عندي بهارات الكبسه اللي هي عباره يعني بلاش نجيب بهارات كبسه جاهزه، لانه للامانه هنا لسه يعني السوبر ماركتس لسه ما وصلوش التركيبه الصح في الكبسه زي الخليج، فاحسن حاجه انك تفصلي مكونات الكبسه او بهارات الكبسه لوحدها وتجيبيها من عند العطار. هنحتاج قرنفل عواد او مسمار، هنحتاج حبهان حب، وهنحتاج كمان شويه قرفة عواد، هنحتاج شويه جوز الطيب، هنحتاج اللومي حب او اللي هو الليمون المجفف، وده ممكن تطلبي من العطار انه يعمله لك او تشتريه على شكل بودره. كمان ممكن كمان تعمليه في البيت بس بلاش عشان هيبوظ الكبه لانه جامد قوي. وهنحتاج قرفه مطحونه، فلفل اسود، وملح، وممكن لو موجود كمان حبهان مطحون. وهنحتاج ورق اللور طبعا ده اساسي، ومكسرات للتزيين، رمان، زبيب، اي حاجه انت عايزاها. اول حاجه هنبتدي نعملها ان احنا هنعمل الاساس بتاع الكبسه بتاعتنا. الكبسه على قد ما هي وصفه سهله جدا بتتم كلها في قدر واحد او في حله واحده، بس برضو ليها اساسيات وقواعد لازم نحترمها عشان خاطر تطلع كويسه جدا وطعمها زي الكبسه الخليجي بالظبط. الميزه في الكبسه والبرياني والمضبي والمندي وكل الوصفات اللي فيها رز والقبولي اللي عملناه والكابلي والحاجات دي كلها، ان هما من الحاجات اللي زي ما قلت بتطبخ في حله واحده، مش محتاجه مجهود كتير بس نتيجتها حلوه قوي، يعني بتعمل صحن محترم لائق جدا في العزايم. فدايما لما يبقى عندك عزومه اعتمدي على الاصناف دي من الاكل. اول حاجه هعملها ان انا هسخن شويه زيت زيتون، وهحط معاه البصل، وبعد ما احط البصل ممكن عندنا حلين، يا اما الاول ناخد البهارات نشوحها في الزيت الاول عشان تتقطع، يا اما احط البصل واحط معاه البهارات كمان، يعني الاثنين بيوصلوا لنفس النتيجه. عندي هنا شويه قرنفل مسمار حب، يعني حوالي 10 حبات بالكتير، ما تكتروش لانه نكهته قويه. وعندي القرفه عيدان، عندي كمان اللومي، اللومي حاولوا انه تشقوه شويه بالسكينه في الاول، بس لو لقيتي ان الموضوع صعب استني لما يتشوح ويطرى وطلعيه افتحيه تاني عشان هو زيه زي الحبهان، لو ما اتفتحش ما ينفعش يدخل للحله لانه نكهته مش هتطلع. عندي كمان الحبهان، انا كل ده بحاول اعمل قاعده للكبسه ان كل البهارات تطلع ريحتها عشان الطعم او الرز يبقى قوي. نسيت اقول ان احنا لازم ننقع الرز البسمتي قبل كده. عندي هنا رز بسمتي متنضف وكل حاجه، فهاخده انقعه. يعني ما يتنقعش كتير، ممكن 15 ل 20 دقيقه بس احنا عشان وقت البرنامج احنا بنوري بس مرحله النقع. خلاص هحطه هنا على جنب، وهبتدي اشتغل في الفراخ. فراخ هحطها كده تتشوح مع البهارات دي كلها،
هشوف بقى ايه اللي فاضل اضيفه. عندي ورق اللورو او ورق الغار، هضيف حوالي 3 ورقات كفاية. وهبتدي اضيف للخليط ده البهارات المطحونة. عندي زي ما قلت اللومي المطحون او الليمون المجفف المطحون، وعندي جوز الطيب، وعندي كمان القرفة، حوالي معلقة كبيرة من القرفة هي اللي بتديها الطعم الحلو. عندي فلفل اسود، اخر حاجة الملح. الملح انتوا ممكن تحطوا شوية في الاول وبعدين تظبطوا طعمكم او الملح بتاعكم زي ما انتوا عايزين لما الفراخ تستوي وتوصلوا لمرحلة تحطوا الرز، لان انتوا عارفين الرز من الحاجات الحساسة جدا اللي لازم نحط لها الملح المظبوط عشان خاطر ما يطلعش طعمه ماسخ. وعامة هي قاعدة اساسية كل كوباية رز تاخد معلقة صغيرة من الملح، يعني لو كوبايتين ممكن تعملوا معلقتين صغيرين من الملح. وهنشوح الحاجات دي مع بعض، هنتأكد كويس قوي انه الفراخ بتاعتنا اتغلفت بالشكل المظبوط. نيجي نتكلم على الضيافة في رمضان. احلى حاجة انه بيتك يبقى بيت مضياف، بيت عامر بكل الخيرات وبيستقبل الناس في رمضان. بس الضيافة بيبقى ليها مميزات وعيوب او بتبقى مشتتة ساعات بالنسبة لبعض الستات وخصوصا العرايس الجديدة. لازم تعرفي انه اي حد بيدخل بيتك ده مهما كانت علاقتك بيه، يعني سواء بتحبيه سواء نص نص، سواء الحاجات متوترة العلاقات متوترة، بس ده ضيف عندك لازم تقومي معاه بكل اصول الضيافة. اصول الضيافة دي لازم تبقي عارفة انه هو داخل لازم يبقى معزز مكرم، لازم تعملي جهد انك تعملي وصفات كويسة، لازم الضيافة تتم في أحسن حال، لازم تتغاضي على كل حاجة مش لطيفة أو كل ضغينة جواكي. إحنا أصلا في شهر كريم ما ينفعش أصلا صيامنا بحاجة زي كده. ملناش دعوة بقى بالحاجات اللي ملهاش أو الحاجات السلبية في الموضوع، خلونا نتكلم في الإيجابي شوية. الإيجابي لما يجيلك ناس بتحبيهم، حاولي إنه أنتي تنسقي يومك عشان ما ترهقيش نفسك في المطبخ وتخرجي على السفرة تبقي تعبانة قوي او الناس يوصلها احساس ان انت مش طايقاهم او كاتمين على قلبك. لا، حاولي ننظم اليوم في المطبخ. زي ما قلت عزومة رمضان دي لازم تبقي عارفة ان ليها بعض المفاتيح اللي بتسهلها جدا. لما تكوني بتعزمي في رمضان اول حاجة اختاري طبق رئيسي من الاطباق المريحة زي ما احنا عاملين النهاردة. اختاري كبسة، اختاري برياني، ممكن تختاري مندي، ممكن تختاري مثلا الاوزي السوري او الرز بالمكسرات والخلطة مع فراخ مشوية. بس انا حتى شايفة ان الرز بالمكسرات والفراخ المشوية ممكن تاخد منك جهدين اتنين منفصلين، يعني فراخ لوحدها والرز لوحده. ممكن كمان تنظمي وقتك مسبقا للعزومة، يعني مثلا لو انت ناوية تتفنيني اكتر في المطبخ ممكن مثلا الفراخ البانيه تعمليها 4 ايام 5 ايام قبل، تتبليها وتحطيها في البقسماط وتدخليها الفريزر وتسيبيها هناك، حتى كل ما تأخرت التتبيلة كل ما كانت احلى واحلى. وبعدين ساعة العزومة تطلعي بس من الفريزر وتحطي الحاجة في الطاسة تحمريها. الحاجة التانية السلطات، حاولي انك تختاري سلطات من السلطات الحجم الكبير، يعني حاجات مثلا زي السلطة البلدي، البابا غنوج، الطحينة، بس يعني تحطي يعني السلطات حاولي انك تكتري منها بس تبقى في نفس الوقت مريحة بالنسبة لك. انا شخصيا في العزومة بتابع نظام السلطة البلدي، سلطة برنجان، وبحط سلطة زبادي عشان تطري على الواحد لما بيكون صايم، خصوصا لو عاملة حاجات فيها بهارات. الحاجة التالتة نيجي للشوربة. الشوربة دايما اختاري انواع من الشوربة اللي زي ما قلنا ممكن تمشي في حلة واحدة. الشوربة ممكن يعني بلاش في العزومة الا طبعا لو عندك حد بيساعد، لو عندك حد بيساعد تفنيني على قد ما تقدري، بس اهم حاجة ان العزومة تخرجي منها من تحضيرها مستريحة وفريش وقادرة تستقبلي الضيف. فدايما اختاري شرب، يعني شرب بالكريمة، لسان عصفور مثلا، الحاجات اللي بتتم في حلة واحدة، كبيرك تجيبي بس ايد الخلاط وتضربي. نيجي نتكلم على المشروبات. المشروبات برضو انت ممكن تحضريهم مسبقا،
تنقعي قمر الدين، الكركديه، تعملي مثلا التمر بالحليب، كل الحاجات دي تحضريها وتحطيها بشفاشه وتدخليها الثلاجه ممكن يومين قبل العزومه، مفيش اي مشاكل. اهم حاجه ان كل حاجه تتم سموت وما تحسيش بالارهاق وانت بتحضري الموضوع. الحلويات انا بشوف انه لازم يبقى عندك على الاقل صنفين حلويات في العزومه. الصنفين دول زي ما قلت، اختاري حاجه بتتم في صينيه واحده وتدخل للفرن، يا بسبوسه يا كنافه يا كيكه رواني يا يعني واتيفر، يعني اختاري اي نوع من انواع. احنا الوصفات ما شاء الله كتيره والبرامج مليانه، يعني اختاري اي حاجه تناسب البادجت بتاعك. الحاجه الثانيه لازم تختاري صنف من الحلويات اللي يكون حاجه طريه جدا، كاستر، محلبيه، كريم كراميل. انا حتى النهارده عامله لكم كريم كراميل في الوصفه، حلو قوي. كريم كراميل، بودينج، اي حاجه بارده، لانه ممكن ساعات لما بنعمل عزايم بيبقى بنكتر الاكل اللي فيه البهارات، ودي حاجه بتبقى ثقيله شويه على المعده، يعني بتبقى صعب ان المعده تهضمها بسرعه. فممكن وانتوا قاعدين بتشربوا الشاي تجيبي حاجه من الحاجات اللي هي بارده دي، بتبقى تقعد في الثلاجه تطري، وزي ما قلت ممكن تعمليها ليله قبليها وتقعد في الثلاجه وتعيش حياتها لحد يوم العزومه. ده ترتيبك للعزومه في المطبخ. مش ضروري ان العزومه تبقى مكلفه جدا للبادجت الرمضاني، يعني جوزك ده برضو جوزك، يعني خف عليه شويه. ممكن العزومه تعمليها بنفس المكونات اللي انت كل يوم بتستخدميها، بس في نفس الوقت تبقي ذكيه جدا في تنسيق البادجت بتاع العزومه بتاعك. مش ضروري 6 كيلو لحمه ولا 6 كيلو فراخ، انت ممكن زي ما قلت كبسه تحطي فيها فرختين بالكتير لو العزومه كبيره، والرز يساعد على انه يعمل كفرج او تغطيه لكل الحاجات دي. والناس عمرها ما بتحسب لما بتاكل، عمرها ما بتحسب مثلا انت طبخه كام كيلو لحمه. عشان كده بقول حاولوا تختاروا الاطباق الرئيسيه تكون من الحاجات اللي داخل فيها رز. لما تعملي رز مطبوخ مع حاجه احسن ما تعملي حاجه مطبوخه وتقدمي جنبها الرز الابيض، صدقيني دي يعني حاجه معروفه جدا، وده مش عيب، كلنا بنعمل كده باختلاف البادجت بتاعنا ومرتباتنا ومستوى الدخل بتاع كل واحد، دي مش حاجه عيب. انا قلت في الاول وفي الاخر العزومه لازم تبقى مريحه نفسيا ليكي ومريحه جسديا ليكي، وتروحي تستقبلي الضيف ده وانتي فريش، انه حقه عليكي لما دخل بيتك ان انتي تكوني مبسوطه وتكوني رايقه وتكوني هاديه. حطيت الطماطم المبشوره، هسيب الكبسه تاخد من البهارات، نطلع فاصل نرجع لكم بعد الفاصل.